تعد المماشي في الأعراس عادات وتقاليد مستمرة منذ عهود بعيدة، والمماشي هي الضيوف الذين يتقدمون لتهنئة العريس على شكل أفواج ويقدمون مبالغ مالية لمساعدته. نتابع هذا التقرير الذي يرصد هذه الظاهرة الجميلة. في محافظة حجة لا يزال الكثير من الناس يحرصون على التمسك بعاداتهم وتقاليدهم القديمة. على سبيل المثال الحرص في حضور الطبول في الأعراس، حيث تعمل هذه الطبول على إحياء الأعراس بشكل كبير، وأي عرس يخلو من هذه الطبول يكون ميتا ولا قيمة له كما يقول الأهالي. المناسبات هي يعني جزء غالي في هذه المديرية في كوميشن، ولكن زادت هذا المناسبات المماشي، والمماشي عندنا تسمى الإنسان يمشي بأكثر من 50 فرد أو 100 أو 150. هذا يعني طموح، يعني طموح وعلاقة ونفوذ ما بين المجتمع. الشخصيات الاجتماعية تستاد العوامل يعني في هذا الشيء، يعني يرفع من معنويات المجتمع حتى ولو كان الفقير يعطى يعني بقدره ولا يخاف ولا يحرم. يحضر أصحاب الطبول في مقدمة العرس، حيث يعملون على إحياء العرس بهذا الشكل. يتخلل ذلك إطلاق رصاص وألعاب نارية، والطبول تحضر أثناء الزفة وفي المخيمات أيضا. القنابل هي أعراضهم كثيرة، بعضهم عندما يصنعوها يقلبهم قنبلة، يخلي بعضها نازلة وتقرح الإنسان تخرب وجوده وتمزقه تبوك وجوه أشلاء. ماشي هذا العادة التقاليد لمسالف الأباء والأجداد، يتم الناس في الأعراس على أساس المجابرة، لأن بعض الناس فقراء يدلون مجابرة يقوم عرسهم على أساس يجذب الناس، ويقع فيها رقص شعبية ويقع فيها دوامل ويقع كل واحدة. المماشي يعني بشين ما بشي يعني بهيدة ومغرد، وفي ناس يعني بقصيطة، ويعني أنا عندي الحين ناس عندي شلة لسكة. سلام لك يا ذي القبيلة، سلام لك يا ذي القبيلة، سلام من الشبان طيل، سلام من الشبان طيل، جينا لجامع شامل يا أخوان، جينا لجامع شامل يا أخوان، لنا يجب رسل جرامل. تظل الأعراس في اليمن مستمرة بعاداتها وتقاليدها القديمة، وتتميز منطقة عن أخرى بهذه العادات، والطبول ربما واحدة من العادات التي لا تزال حاضرة في أغلب مناطق اليمن وليس في حجة فقط.